والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو رئيس وحونا أكسن صحافة وان سلامينا سلامة الإسلام كان نقول سلامينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرك حيقا وحنوما هنقنا دمان شعب وينها سومالي لان صدحية طبنكي نوفمبر حقوق دو دستور غا قاتي اي عدي عدين حور هايد او اي اصو بمبحين سيدي اي غد القاتين اي عدي نوان وغم هنقنا الهي با مهد الله سبحانه وتعالى اسيقى مهدو دان يردن تهي الهي نقو الهاميي إنا إنو مانتا قرنك سومالي لان وتاقن يهي ميل وناكسن واحن مانتا يعلامين إنا قدومي عبد الرحمن جرحا حزبك وضني ياني غبا واحن قصوا بحنا شير نو سعودي لبا مالموت واحن وورقلين إنا شعب وينانا وشيغينا انو نوغو صور دمادي شوي والال نمو صاحب نمو او رونهان تي سيوان اكسن انو سقو افكاراني وضو بدي انو كوده هليني وحنو مهان نقيا قدومي عبد الرحمن اول لحش على بدن كان لقران كان فرالنا وسمية قرنكان أهنا مدن إن نكو وضا احترامنا ما يقام كو تاقين يهي حدرنا هاي كوميشن قرنك سومالي لان وحانوغا مهان نقينا شركي عالو وضا قرنين لبدا ما الموت سيدو نوغو دول قاتي سيدي كم وقتي نحريس تايو ترالها oo turayo dalkan iyo dadkanba si degan waa yaragnimo leh ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aanan maxayda u falanqaynay goona ku gaarnay kow aan buugii degmada berbera ee ahaa codaynta buugii codaynta waanu ka shaafinay waanaanu isla qaadanay waanaanu ka heshiinay waanaanu u sharaxnay waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba waanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodi Jeex khaas ahaan degmada Dabiiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan taana waanu isla qaadanay shaqadiina way noo soconaysaa sidaasaanu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa waanad mahadsantihiin gudoomiye ku soo dhow waa salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliland waxaa ka warqabteen xisbiga Wadani oo sheegay shacabka in wada shaqayntii iyo muraaqabintii ka joogtay ama howlwadeenadii ka joogay xisbiga Komishanka Qaranka ay joojiyeen isagoo markaa tabanaya cabashooyin iyo codsiyo u soo gudbiyey Komishanka Qaranka inaan jawaab shaafiya laga siinin saa daraaddeed komishanka waa wada hadlaynay labadii cisho soo socday waanu mahadnaqaynaa runtii dulqaadkay muujiyeen waxaan isla garanay oo ku soo gunaanadnay in la dhegaysto talabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka
مراجح دقمويك قبيلي إيا دقمويكا إيا دقمويكا هرقي سبا طلب كيا كسافسان قولا ذكرنا إن قرالهان أن نفقد بني إن شاء الله شوابنا أن كسوك الدونة كوميشن كهدي لهاي كردقو وحن سلقرنا أن سوء لأنه سلو سيوضو ثرادة قود قول كمرة الشيح لابد الدقمبة دقمبة كبيري دقمبة هرقي سبا وحكى له دساك ورق بطان أرنت كسعب سن بوغة وها بوغ سو غريق عن تحس بيغة شعبي غرانو سو بان دقناي كوميشن ما أنت لو دي جوابت بحيي نوا ويدين لكن وحي عدايا من بوغة سيو كم دها بوغاكتي يو أي الهايين أي وطلقرين دور الشرطة وحن أمها النقية وحن أشيق يون لما تاقر يا شحس بيجا إن عطية دي كوميشنكو أي قراني نتيح قرين إيان هذي تهي مرودي تشيح إيه هذي تهي قولي هامبا ضلكة وحن أمها النقية تاجرش این هن سیاست خوبی گری نیست. دمان تاجریش حس بگه دیلای کرده گو. تا هر گیسنه ولی بلایی کو و کلینه چیو بسیج تاجری نیست. من کس بگی نه. سه گونه صحبت بدن کمیشن که دیلای کرده گو. از یه دو مهتنتی هن. سلام علیکم رفتن برکت. مهتنتی.